بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحباب الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. أكمل معاكم جزء رياكشن ريت وكاينيتكس اللي احنا مش عارف أنا كنت وصلت معاكم لفين، لكن أنا أعيده من الأول. وده من الأجزاء الأخيرة إن شاء الله رب العالمين. احنا إيه، أنا آخر حاجة المفروض مقرر عليكم، بالإضافة إلى طبعا جزء اسيد بيز تايتريشنز. انا لسه برضه باقي جزئيه فيه، ان شاء الله بدفع حكم زي كده على زوم. نكمل ونقول احنا كيميكال رياكشن ريتس، هتكلم على توبكس معينه موجوده في الاوت لاينز دي، ودول مطلوب منك انك تعرفها على اخر الموضوع الكورس ان شاء الله. قبل ما اخر الكورس لما اخلص هرجع اذكرك انه كان مطلوب منك تعرف المخرجات دي او تعرف الاشياء دي في الرياكشن بالنسبه للكيميكال رياكشن ريتس. طبعا definition of the chemical reaction او بيسموها kinetics الحركيه، لما يجي اعرفها عباره عن ايه. chemical kinetics is the study of the reaction rates. انا بدرس معدل سرعه reaction rate، بالعربي اقدر اقول انها معدل سرعه التفاعل، او احيانا تكون rate of the reaction، rate of a reaction زي ما تكون، بس معناها معدل سرعه التفاعل. يعني اما انه التفاعل فيه reactant وفي products، فالرياكتنت بتتناقص والبرودكتس بتزيد، معناهم ان within time في حاجه معينه بيحصل فيها change. يبقى دي معنى الموضوع ده، اسمه زي change بتحصل في التفاعل. مكتوب it is the speed at which a chemical reaction takes place، طبعا السرعه اللي هيحصل بيها التفاعل. هل الرياكتنت تتناقص بمعدل سريع ولا معدل بطيء؟ هل التفاعل يتم بين within يعني second، within minutes، within hours، within days، within years؟ فدي حاجات ايه لابد يكون احنا برضو ايه متخيلينها، انه التفاعل الكيميائي سرعته مش ثابته على حسب the nature of the reactant. بيكون التفاعل الكيميائي does the reactant are convert into product، طبعا اي reaction بالشكل ده it means the change of the concentration of the reactant or products as a function the function of time. لما اقول ان هي عباره عن ايه، زي ما اشوف بعد شويه، انه رياكشن ريت زي ما هناخد بعد شويه، هقول انه الريت بيساوي يتناسب هو مع كونسنتريشن و وزن تايم في دلتا تي او وزن تايم هيحصل التغير ده. اذا استطيع اقول انه كونسنتريشن دي الوحده بتاعته مهمه جدا تاخد بالك منها، اقول الوحده بتاعته عباره عن كونسنتريشن. لو قلت كونسنتريشن مول بير لتر او مولاريتي، وزن خدت بالك بير ايه سكند وحده تايم، على سكند وحده تايم. از ويل از هو ذا ميكانيزم، برضو هم برضو هنشوف بعد شويه هو الغرض من دراسه الرياكشن ريت اني اوصل لميكانيزم التفاعل. كيف انا اوصل لميكانيزم التفاعل عشان اعرف؟ طبعا هو بس تاخد بالك معلومه كده، انه في حاجه اسمها ثيرمال دايناميك، هي دي اللي بتبقى معنيه بالتفاعل بيتم ازاي والحاجات الاشياء المتطلبه لهذا التفاعل، ودي بتخاطب الانرجي او الانترنال انرجي في الرياكتنت، حاجه بيسموها انتروبي، حاجه بيسموها انتروبي الفري انرجي الموجوده داخل رياكتنت معين. لكن برضه الثيرموديناميك وحدها قاصره، ما تقدرش تقول لي ميكانيزم اوف رياكشن شكله ازاي، فاحتاج انا الجا لحاجه اسمها ايه، اسمها كيميكال كاينيتكس اللي انا بدرسها دي علشان اشوف الميكانيزم تم ازاي. قد يتهيأ لي انه لما رياكتنت بتدي برودكت التفاعل ده تم على خطوه واحده، اطلاقا مش كده، ممكن يكون في انترميديتس او يكون في مجموعه من الخطوات انا هيدن علي انا مش شايفها. لكن لما اجي ادرس الحركيه وادرس الثيرموداينامكس بتاعتها والكيميكال داينامكس، اقول اه ده التفاعل ده الميكانيكيه بتاعته اصبحت واضحه ومعروفه. عشان تاخد بالك بس برضو ايه، ان انا قال لك الان ذا مولكيولر ليفل بشوف على مستوى الجزيء التفاعل ده تم ازاي، ودي نقطه طبعا ابحاث هو دي اللي بحاسه بيه، بحيث ان انا لو عرفت انه في تفاعل معين بيتم ازاي اشوف نقطه الضعف انه يخلي التفاعل ده بطيء، انا ممكن ازودها، ممكن احط كاتاليست، ممكن ازود كونسنتريشن، ممكن ازود تمبريتشر، اشوف الحاجات اللي انا ممكن ازودها احصل بيها على ايه، احصل بيها على تفاعل سريع. يعني في مثال برضو عشان تتخيلوا، انه مثلا ايه الاكسجين بلس الهيدروجين علشان يدوا H2O. الاكسجين موجود في الهواء والهيدروجين موجودين في الهواء،
لكن ليه ما بيتفاعلوش يعني instantaneously مع بعضيهم كده ويدوا على طول الميه؟ لا، ده بيحتاجوا different condition، بيحتاجوا temperature معين عشان يدوا ايه، يدوا الميه اللي بتنزل على نفس المطر او قطرات. كذلك تفاعل زي اليورانيوم عشان يدي الثيريوم، اليورانيوم ده 90 وده 92 وال 238 الاثنين 238 238. اليورانيوم ما بيتحولش للثيريوم كده على طول، لا، ده بياخد 5 في 10 اس 9 هير. شوف قد العمر. لذلك يقول لك تخصيب اليورانيوم، يعني بيعمل نقطة هنا معينة، يحط حاجة معينة يخلي يحصل بسرعة يتحول للايزوتوبس بتاعته، أو يتحول للحاجة اللي يتوقع إنها تدي إشعاعات أو حاجة زي كده. بياخد 5 في 10 أس 9 هير عشان يحصل هذا التفاعل. طب خلاص أنا عرفت خطوات التفاعل ده، أستطيع إن أنا أزودها بطريقة معينة عشان أوصل إيه؟ أوصل للسرعة المطلوبة اللي أنا عاوز أعرفها. قس على ذلك يعني مجموعة من التفاعلات زي ما نشوف إحنا بنتكلم دلوقتي بتتم بدرجة بسيطة، أستطيع أن أتحكم فيها وأخليها إيه؟ أخليها تتم بدرجة أسرع. كذلك زي صدأ الحديد، زي ما نشوف الحديد بيصدأ، طب ما أنا أشوف إيه العامل اللي بيأثر على الصدأ ده وأحاول أعمل لها تريتمنت. زي ما تشوف الآن الحديد يحصل له جلب، أنا يجلف الحديد أو نخليه يحوله حديد زهر، يحوله حديد أقل يعني رياكتيفيتي من الحديد البيور اللي هو عاوز يصدي أو كده. كل هذه الأشياء يسموها إيه؟ يسموها كاينيتيك، الحركية بتاعة التفاعل الكيميائي اللي يدرس من خلالها إيه الحاجات اللي بتأثر أو ميكانيزم أوف ذا رياكشن. كذلك الكاينيتيك ستاخدها في حاجة اسمها إيه؟ اسمها فارماكو كاينيتكس. ده علم كبير خالص طبعا، ريليتد لتفاعل الادويه مع الجسم، تفاعل الجسم مع الادويه. هتاخد حاجه اسمها فارماكو كاينيتكس، فارماكو داينامكس، اللي هو الحاجات ناحيه حركيه الدواء. طبعا ده علم هتاخده بعدين في الصيدله برضو، الاساس بتاعه او المبنى بتاعه اللي هو الشكل ده، ونفس نفس الكلام او نفس التفاعلات اللي انت هتواجهها بعدين. تمام، دي كانت بس مقدمه بسيطه على الاكشن ريتوي، اهميته اللي احنا ممكن نستفيد منها. Reaction kinetics it concerned with the factors that affect the reaction speed to enhance or decrease the reaction proceeding. زي ما انا قلت these factors are the concentration، طبعا الطرف المعادلة عبارة عن انه زي ما انا قلت برو reactant، reactant بتدي product within time، وهذا الرياكتنت بتساوي كي، تساوي التناسب، ثابت السرعه. اذا دي كل اللي في المعادله المعنيين عندي، الحاجات اللي هم هياثروا لي على الفاكتورز افكت ذا كاينيتكس، عباره عن الكونسنتريشن او الكوليجن، هنشوف معنى الكلمه دي بعد كده، عباره عن التايم، ذا بيرسنس اوف كاتاليست، انذر فاكتور زي ان انا بحط كاتاليست، بحط عامل حفازه يعني، او حاجه ندرسها بعد شويه اسمها ايه، اكتيفيشن انرجي، طاقه، طاقة التفعيل، واشوف ايه اساس طاقة التفعيل دي ليه. انا شرحت الكلام ده يمكن لحضراتكم قبل كده، وقلت انه the reaction rate can vary dramatically، طبعا بيختلف من طبيعة لطبيعة. زي oxidative frosting of iron under earth atmosphere is a slow reaction that can take many years. عشان تلاقي الماسوره بتاعت مثلا سباكه بتاعت حاجه معينه تصد بالشكل ده عاوز لها سنوات. لكن في حين انه combustion of silicious in a fire is a reaction that takes place in fraction of seconds، في اقل من الثانيه تلاقي عود ثقاب بيستطيع انه يشعل في حديقه كامله او في حاجه هش كامل او حشائش كامله. طبعا التفاعلين مختلفين عن بعضهم رغم التفاعل، تفاعل كذلك ده عمر الانسان، ما عمر الانسان برضه كمثال يعتبر كنوع من الرياكشن ريت ويزن تايم. الانسان كل ما بيوصل لدرجات معينه منه كان طفل شباب بعد كده عجوز خلاص انتهى كل التفاعلات عنده وكل الحاجات عنده خلاص استكملت مصيرها الى ان توفاه الله. يعني يقول فور ذا موست رياكشنز، الاغلبيه الرياكشنز لو كانت ماشيه طبعا بقوانين طبيعيه ما فيش اي شذوذ فيها ولا اكسبشنز، the rate decrease and the reaction proceeds. طبعا الريت بيقل، التفاعل ده مثلا سلفيد زائد هيدروجين بتدي سلفوريك اسيد، السرعه في الاول تبدا قويه
يعني ده السرعه في الاول بتبدا قويه، انه يكون برودكت بيبدا قويه وبعدين بتثبت. فهو بيقول كده انه الريت في الاول سريع بيدي لينياريتي التفاعل ده، الريت بتاعه، الريت بتاعه في كام، او التي هاف بتاعته معدل، سوري مش الريت، التي هاف يعني معدل انه يوصل استكمل للنص منه 3 في 10 اس سالب 4، ده في الاول. لكن بعدين نلاقيه ايه، يقل هذا كل ما يزيد او كل ما يستمر يقل. كذلك ده في الاول بتبدا قويه جدا، لكن بعد شويه ايه، بعد شويه بتقل، بتقل اكيد، يعني معدل التفاعل بتاعها ايه، بيقل. في حاجه اسمها the rate of the reaction اللي احنا برضو بنتكلم عنها، يقول it means the change in concentration of reactant or product over time. اللي انا قلته ده لكني بشرحه بطريقه قياسيه، يعني انا هستفيد منه ازاي واقيسه ازاي. rate can be measured at، انا دلوقتي عاوز اقيس معدل التفاعل ده. زي ما انا قلت عندي تفاعل معين بالشكل ده، وده هو كده بيزيد، سو البرودكت بيزيد في الاول دراماتيكالي، وبعد كده ايه، وبعد كده بيثبت كده. انا لو عاوز اشوف معدل التفاعل كان هنا كام وكان هنا كام وكان هنا كام، عندي نقاط مختلفه اشوف معدل التفاعل. قال لك والله معدل التفاعل انك انت ممكن تعرف initially at the beginning، وده تكون احسن واضمن، لانه هنا ما فيش حاجه مؤثره عليه، والكونسنتريشن لحد ما هو بكميته. خد بالك انا بقول انه في رياكتنت بيدي ايه برودكت، في البدايه الكونسنتريشن بتاعه معقول عشان يدي البرودكت، لكن بعد شويه الكونسنتريشن بتاعه بيقل، بيقل يعني، فالبرودكت اللي هيديه برضه اكيد ايه، ما يعني ما هيثبت او هيبقى مش كتير زي ما كان في البدايه. فانا at the beginning of the reaction which called initially، انا ده how لما اسالك سؤال how can you measure the rate of the reaction، تقول اول حاجه at the beginning، ثاني حاجه at any point of time، ممكن اجيس هنا، ممكن اجيس هنا، ممكن اجيس هنا، ودي بيسموها instantaneous rate. طب حاجة over an interval time is called average rate. يبقى initial rate, instantaneous rate, و average rate. دي باخد مجموعة من القياسات وباخد الافريج بتاعها عشان اطمن ان الدنيا صح. ليه؟ لانه at initial rate بيكون سريع. عند initial rate بيكون سريع، وهنا سريع. يجي عند النقطة دي عند قريب من البلاتو اكيد الاكشن ريت ايه، بيقل، الا انه الاكشن ريت بعدين ايه، يثبت، مش هيبقى، هيبقى بطيء جدا. فانا لو خدت هنا بظلمت التفاعل، لو خدت هنا بظلمت التفاعل، لكن لما اخد الافريج، لما اخد المين يعني، لما اخد المتوسط بتاع مجموعه القراءات دي، لحد ما اكون انا عندي مستخيل التفاعل ده بيتم ايه، لما اقول بيتم مثلا في 3 سالب 10 مولر بير سكند كونسنتريشن بتاع اليونت بتاعتي، بتاعت الرياكشن ريت، يبقى كده لحد ما كويس. لكن في الغالب ذا تشينج ان كونسنتريشن اوف رياكتنت هو برودكت از ا فانكشن اوف تايم از ميجرد ويزن مينتس اور سكند فروم ذا بيجيننج اوف ذا رياكشن. امتى انا استطيع ان اقيس الاكشن ريت؟ لو ان البرودكت الطالعه ليها وحده قياس عندي، انا عامل طريقه تحليليه وكل برودكت بيطلع استطيع ان ايه، ليه وحده قياس عندي. طيب ولو وعلى الاقل حتى لو مش وحده قياس، ليه ظاهره معينه بيغير فيها، يعني ليه حاجه ناحيه بيدي مثلا وميض، بيدي ضوء، بيدي ضوء اقيسه، بيدي اي، بيدي الكتريسيتي، بيدي اي حاجه، اي انديكيشن استطيع ان انا اقيس به البرودكت الضارع. لو ما هو شيء ما خلاص، يبقى انا اشوف عند نقطه اعمل مجموعه من القياسات، وبعد كده عند اقيس السلوب او التانجنت داون اند ات اني بوينت اوف ذا جراف فيرسس تايم. طبعا انا هشرح بعد شويه كيف ده كله شغل عملي يا شباب، يعني دي اكسبيرمنتال اكسبيرمنت، فكل ده اكسبيرمنتال وورك. انا هقول لك بعد شويه تقيس ايه الرياكشن ريت ازاي يعني، لكن بس افهم انه الاكشن ريت قد اقيسه بالطرق دي، لو جت الكلمه دي قدامي ابدا انا فاهم. اوفر انترفال تايم اتس اوبتين باي ديفايدنج ذا تشينج ان كونسنتريشن اوف ا رياكتنت اور برودكت. تشينج ان كونسنتريشن ديفايدنج ذات اوكر اوفر ا لانجر بيريد اوف تايم باي ذا تايم انترفال ذات ذا تشينج اوكر. يعني بقيس هنا، بقيس هنا، بقيس هنا، بقيس كم مره؟ ثلاث مرات. بشوف مجموع هذه الاكشن ريتس وبقسمها على ثلاثه تديني كل ده، يعني شغل عملي اكثر منه انه نظري، لكن اعرف بس انه قد يقيس في البدايه، قد يقيس بعد شويه، قد يقيس مجموعه من القياسات وياخذ الافريج بتاعها. هذه معنى كلمه measurement of reaction rate at three levels.
ناخد المثال ده نشوف example the following reaction at 300 degree centigrade درجة 300 درجة مئوية nitrogen dioxide ده غاز change it to nitrogen oxide برضو غاز and oxygen if in the first في بداية 150 ثانية the concentration of nitrogen if in the first ثانية بيقول انه if the first 150 ثانية the concentration of nitrogen oxide has decreased from concentration 0.01 molar to 0.05 molar the average rate for disappearance for the average rate هو ده بعد 150 ثانية تحول لده كان concentration بتاعه 0.01 تحول ل 0.05 طيب بيقول the average rate of disappearance of nitrogen dioxide for the first 150 ثانية under this condition is هيحسبها ازاي؟ دلتا يبتدي بقى ده concentration بتاعه يتغير يبقى دلتا molar concentration على دلتا تي بتساوي ال concentration بتاعه changed بس احنا في نيجاتيف من بره نيجاتيف مطروح في القوس كله changed من دي لدي كأني بطرح ال دي وطبعا سالب في سالب بموجب كأنه دي القيمة أصبحت دي القيمة الكبيرة ودي القيمة الصغيرة تمام يبقى سالب وده أصبح موجب لما أطرحهم يديني إيه يديني القيمة دي الـ decrease في الـ concentration أصبح بالقيمة دي يعني قل على برضو 150 ناقص 0 لأنه أنا بادئ من 0 تايم لحد 150 مرة أنتوا عارفين القانون ده فالدنيا سهلة لو انه بعد كده عشان بس اشرحه مره واحده كانه ناخد ايه دلتا اللي هي دي دلتا الكونسنتريشن على بالنسبه لدلتا تي اللي هي دي طبعا سالب بره انه بيحصل ديكريس في الكونسنتريشن الكونسنتريشن هو ده اللي كان البدايه وده اللي هو انتهى اليه ودي اللي هو بدا من 0 ناقص 0 ناقص 150 خلاص هتبقى دي سالب وسالب السالب راحوا مع بعضيهم اداني قيمه ايه اداني قيمه صحيحه بالشكل ده يبقى the rate of the reaction after 150 ثانية بيكون بالشكل ده قبل الريت كان كده طب أنا برضو مش فاهم هو ليه قال دي قال دي هتعرف بعدين إنه الريت ده أنا بحصل منه على حاجات كتير خالص بس الكمية دي عشان أحسبها دي كمية مهمة تعال قال لك افترض suppose that in the next 150 ثانية تانيين the concentration of يبقى 150 ثانية أو كان زيرو 150 ده بالنسبة للتايم كان زيرو 150 وبعد كده 150 تانيين يعني بعد 300 ثانية تمام الكونسنتريشن البادي الأول 0.01 كونسنتريشن بعد 150 ثانية بوينت بيطلع كام 0.005 طب بعد 30 الكونسنتريشن تحول لكام تحول إلى أهي تحول ل 0.038 حلو كده الريت الأولاني عند زيرو تايم أنا ما كنتش أعرف هي شغالة بكام الريت الثاني عرفوا انه 3 في 10 أو سالب 5 طب الريت اللي هنا 3 في 10 أو سالب 5 طيب الريت اللي هنا بعد 300 ثانية بعد 300 ثانية هحسبها نفس الكلام هقول دلتا نيتروجين دايوكسيد دلتا تي بتساوي المعادلة المعنية طبعا دي اصبحت كام اصبحت 300 ناقص 150 لانه بعد 350 ثانية تمام او العكس اصبحت 150 هنقصها من 300 اللي عدوا عشان يطلع سالب يروح مع السالب ويديك القيمه هذه قال لك الريت اصبح كام اصبح 1.1 في 10 اس سالب ايه 5 وبالطريقه دي الطريقه طبعا دي طريقه معمليه لانه هو كل مره بيقيس ايه بيقيس ظهور نيتروجين اوكسايد بطريقه تحليليه معينه بيقيس ظهوره فهو قال لك كونسنتريشن بتاع او يقيس الديكريس في دي او يقيس الديكريس في دي اما الظهور ده وهنا بيقيس سوري الديكريس في دي لان الكونسنتريشن في الاول كان عالي وكل ماله ايه وكل ماله ما يقل بالشكل ده فعرف الريت في بدايه التفاعل انيشال كونسنتريشن انيشال ريت وعرف الريت بعد ما عدت 300 ثانيه يسموها انستنتينيس دي يعني على مدار فتره زمنيه معينه
تاخد بالك قول ايه the average rate in the mean of several instantaneously rates. انا عرفت دي وعرفت دي، كمان هقيس تاني بعد كام؟ بعد 600 مثلا، او اضيف 150 بعد 450 ثانيه واعرف الريت واخد بعد كده متوسطات هذا الريت. فقال لي the average rate is the mean of several instantaneous rates taken over a period of time. Note that instantaneous rate of the reaction decrease. طبعا الريت ده كل ما انه ما يقل، طبعا علاقه بيقل كل ما يقل concentration of the reactant. هتلاقي هنا كانت 3 و 3 في 10 اس سالب 5 اصبحت 1 1 في 10 اس سالب 5، وبعد شويه تلاقيه مش عارف كام في 10 اس سالب 4. وكل ما له بيحصل ديكريز للريت لانه الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت كل ما لها ايه؟ كل ما لها ما بيقل. طبعا دي اشياء يعني بديهيه والف به كيمياء، فمش محتاجه ان انا اقف عندها، لان كنتم متخيلينها ايه؟ يعني كانه الكونسنتريشن بيؤثر على سرعه التفاعل. هو عاوز يقول لك بالاثبات والدليل انه الكونسنتريشن دي حاجه مهمه وبتؤثر على سرعه التفاعل. لكن هل الكونسنتريشن احنا يعني انت كده عاوز تقول انه الكونسنتريشن يتناسب مع او رياكشن ريت يتناسب مع الكونسنتريشن، يعني كل مره اقل او ازود الكونسنتريشن رياكشن ريت يتناسب مع الكونسنتريشن، هل الكلام ده مطلقا صح؟ لا. ليه؟ لاني هشوف بعد شويه هو عمل التفاعلات الكيميائيه على هيئه اوردرز رتب. هذه الرتب بتقول انه طبعا هاجي الشرحه بس يعني اروح ليها هنا عشان خاطر اتخيل هو ليه بيعمل كده. قال انه الرياكشن ريت يساوي طبعا ثابت سرعته لانه يتناسب مع الكونسنتريشن، يعني ثابت سرعه يتناسب مع الكونسنتريشن، يعني ثابت سرعه اللي هو كي يتناسب مع الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع الرياكتنت دي. طيب معناه ان انا لو زودت الكونسنتريشن او قللته زي ما قلت لحضراتكم ممكن يزيد الريت؟ قال لا، الكلام ده مش مطلق. ليه؟ لانه بعد شويه اتكلم عن حاجه اسمها اوردرز رتب. حط ان هنا، ان قد تكون زيرو، ومعنى زيرو انه الكونسنتريشن بتاع الماده عند بدء التفاعل، بعد التفاعل ما يبدا الريت لا يتناسب مع الكونسنتريشن، مالهاش اي علاقه مع التفاعل بدا وخلص زي الفل. طب ما بدا ازاي؟ ده موضوع الاكتيفيشن انرجي اللي هنتكلم عليه بعد شويه، اللي اتكلم عليه عالم ارهينيوس والعالم بولتزمان، ماكسي بولتزمان وارهينيوس، هم اللي اتكلموا على موضوع اللي ايه انه في تفاعل بيبدا ومش ضروري يعتمد على الرتب الموجوده فيه على الموجود على كونسنتريشن. طيب احيانا كونسنتريشن بقى ياخد رتبه 1 ودي بيقول عليه انه الفيرست اوردر، ده زيرو اوردر ده فيرست اوردر، واحيانا بقى سكند اوردر بان بتساوي 2. ايه الاوردرز دي؟ الاوردرز دي معناها انه الكونسنتريشن لابد انه يوصل لهذه الكونسنتريشن، يعني لو هو مثلا فيرست اوردر لابد يوصل لهذه الان بطريقه معينه عشان يؤثر في الريت. طب ولو اقل منها ما ياثرش. طيب انا عارف برضو انتوا عارفين من ثانوي انه معنى فيرست اوردر لما ازود ده مره ده يزيد مره، ازود ده مرتين ده يزيد مرتين، كانهم زي بعضهم. لكن السكند اوردر لما ازود ده مره ده بيزيد الدبليكيت او الضعف، بيزيد ايه؟ بيزيد الضعف بتاعه، بيزيد الضعف بتاعه. اذا طب لو انا ما وصلتش لانه ازود دي بالرتبه بتاعته السكند اوردر مش هيزيد الضعف بتاعه. اذا هذه الرتب معناها قد ايه مطلوب من الكونسنتريشن عشان الريت يزيد اكوردنج، يعني طبقا او تبعا للزياده في الكونسنتريشن. هيجي وقتها ونشرحها ثاني بالتفصيل، بس حبيت اوضح هذه الجزئيه في النقطه دي. خد بالك the study of the reaction kinetics الحركية begin with a measure of its reaction rate. عشان أدرس الكينيتيك لابد أكون عارف الرياكشن ريت. في تفاعل زي إيه سمول، ودي بنسموه إحنا أنا نوهت لحضراتكم عليه قبل كده. هذه الإيه سمول دي number of mole من المادة إيه، number of mole من المادة بي، number of mole من المادة سي، number of mole من المادة دي. هذه number of mole بيسموها ستيكيومتري. ستيكيومتري معناها ايه؟ معناها المكافئات العنصريه، او معناها انه الكونسنتريشن بتاع الماده دي زي ما هو قال هنا. خد بالك انه A و B و C و D دي عباره عن ستيكيومتريك سيمبلز، عدد مولات التفاعل.
suppose it is a stepwise reaction. لو ان التفاعل ده بيتم على خطوات زي ما قلت, اذا الريت اللي هو change in concentration of A او انه change في concentration of the product, يعني الريت ده بيساوي سالب لو هنتكلم في الكونسنتريشن بتاع ايه اللي هي الرياكتنت على بالنسبه للتي, او يساوي بوزيتيف دلتا تشينج في الكونسنتريشن بتاعت مين, بتاعت البرودكت. ده اللي عاوز يقوله هنا, عاوز يقوله هنا. ذا ريت ان كويشن 1 اند ذا ريت, طبعا هو هنا في ريت ولو اعتبر ان هنا في ريت داش يختلف عنها. امتى الاثنين يتساوي؟ وده في غالبيه الاحيان يعني لو انه عدد المولات اللي داخله قد عدد المولات الطالعه, وبرضه دي تي اي في اغلبيه الاحيان عدد المولات الطالعه تساوي عدد المولات الخارجه, وعشان كده يسموا الموضوع ستيكيومتري, معناه انه حدود التفاعل ورموز التفاعل وعناصر التفاعل كلها ايه, كلها الداخل قد الخارج يعني. تمام. ففي الحاله دي قال إنه هو the rate of equation 1 تساوي the rate of equation 2 have the same value only the stoichiometric will be identical زي بعضها. Therefore the relation between rate 1 and rate 2 بيساوي إيه؟ بتساوي المولر ريشيو دي. لو دول متساويين يبقى خلاص ده بيساوي ده, وده اللي بيحصل في أغلبية الأحيان إنه تبقى المول اللي داخله كد إيه؟ كد المول اللي طالع ده بالتأكيد. عشان كده يسموه التكافؤ العنصري. استيكيومتري اللي معناه التكافؤ العنصري, معناه اللي داخل قد الطالع, والحدود معروفه بالنسبه لتفاعل ما. لو حد مش واخد باله من الجزئيه دي يا شباب بيرجع لي على الخاص كده واشرحها له ثاني, لكن اعتقد ان انتم فاهمينها, ولما تذاكروا او تسمعوا الفيديو هتلاقوها واضحه وزي الفل يعني. ذا ريت لو ديسكرايب هاو رياكشن ريت از افكتد باي ذا كونسنتريشن, معروفه احنا قلنا خلاص في علاقه وثيقه ما بين الرياكشن ريت والكونسنتريشن, لكنها ليست مطلقه. علاقه وثيقه لكنها ليست مطلقه. اوف رياكشن سبيسز ان ذا رياكشن ميك ان ذا رياكشن ميكشر, في حيز التفاعل ده. اذا انا قلت اذا احتاج الى معادله لحساب التركيز. لابد قلت انا قلت في علاقه, طب ما انت خلاص اذا كان عرفت الريت بتاع حاجه معينه تستطيع ان تقيسه, او اذا كان عرفت التركيز تستطيع انك انت تعمل عمليه ربط بين التركيز وبين الريت. اكوردنج تو ذا كونسنتريشن وي كان ميجر ذا ريت اوف ذا رياكشن. In the reaction A, the A, B, the B, A, B, B, A, A, the B, B, is A, D, C, C, the D, D. The rate لو يساوي A يتناسب معهم. إذن ال rate يتناسب مع A و B و C و D و E, لكنه ما حطش المول ratio دي, ما حطش المول amount. حط symbols أو رموز مختلفة. سمى دي ألفا, سمى دي بيتا. ودي قال لك حقيقة الرتب التفاعل. تختلف تماما يعني, وان كان بعض انا شفت بعض الكتب بصراحه بيعدها هي يعني, لانه قد تيجي كده قد تكون انه الاكشن ريت يتناسب مع فعلا كميه المول دي الخاصه بالانالايت ده او الرياكتنت ده, لكن قال لك لا ده دي اسمها رتبه التفاعل, معناها لابد يوصل للكونسنتريشن ده عشان يغير في الريت. تمام. فكي اذا بروبورشنال كونستانت وبيسموه كونستانت ريت, بيسموه يعني كونستانت ريت the actual rate constant و alpha beta gamma and sigma and eta are the reaction order for each species اللي هي كده, ودي هنشرحها بعد شوية ايه معنى الكلام ده. How is the rate of the reaction measure, كيف تقيس ال rate of the reaction. انا قلت من شوية ان زي معي نيتروجين دايوكسيد بتحول لنيتروجين اوكسيد, ولو انت عرفت الكونسنتريشن ان تايم معين تستطيع انك انت تحسب الريت. بس هو هيبقى حتى نفس التفاعل هو ذكره ده. The rate of reaction may be determined by measuring the rate of appearance decrease in concentration of one reactant او انه increase في concentration او انه حاجه من ايه البرودكت. بيعمل ايه؟ بيقول to determine the mechanism. طبعا خلاص انا بقيسها بالشكل ده, وانا شرحتها قبل كده في الفقره اللي فاتت يعني, عشان كده ما اشرتش ليها كتير هنا. طيب to determine the mechanism of a chemical reaction. أنا عرفت الريت, عرفت طبعا الحدود بتاعة الرياكتنت والمولر ريشيو بتاعتها أو النمبر اوف مولز بتاعت كل حاجة, دي حدودها ستيكيومتري أو يسموه التكافؤ العنصري. عرفت رياكشن ريت هي بتتم على كام زمن بسيط, زمن كتير, عرفتها. الآن كيف أعرف ميكانيزم اوف a reaction؟ عاوز أعرف a mechanism of a reaction. We need to know that by experiment. الحاجات دي مش بس جزء نظري, وإن كنت أنا بعد له mathematics equations
لكنه لابد ان اصدقها بالاكسبيرمنتال ترايلز. فهو بيقول we need to know by experiment the rate of this reaction. رقم واحد اعرف الريت, the concentration dependence of this reaction اتكلم عنها, with the temperature dependence of this reaction. لو انا جمعت الثلاثه دول قول بيسموهم reaction kinetics, ودول اصلا المعنيه بهم الدراسه اللي اسمها reaction kinetics او اسمها حركيه المواد دي, اللي تختلف تماما عن حاجه اسمها thermal dynamics والانتروبي والثيرموتروبي والحاجات اللي هي لا تخاطب هذه الاشياء. فالمعني انه يعيني ميكانيزم اوف رياكشن معين هو ان ادرس الحركيه. اذا لابد ان انا في محاضراتي اتكلم عن ذا ريت اوف ذيس اوف ذا رياكشن, وده اتكلمت عنه في الجزئيه اللي فاتت وهتكلم عنه ثاني. لابد اقول انه الكونسنتريشن هل في ديبندنت بينه وبين بين ديبندنت بين الكونسنتريشن والرياكشن ريت, في عن طريق الاوردرز. انا هقول اوردرز يبقى عشان بس اوضح خطواتي ان انا ليه بتكلم على الاشياء دي. The rate of the reaction يقصد انه هيقول انه R بتساوي اما negative change concentration of the reactant, او انها برضو بتساوي زي ما قلت لك انه العدد المولز في الغالب بيكون زي بعضهم, برضو هتساوي positive change في concentration of the product. Dependence of the concentration dependence of, the, of this reaction, يعني في علاقة ما بين concentration وبين reaction rate. وقلت دي بتديني ايه؟ بتديني الـ orders, الاوردرز المختلفة سواء first order, second order او zero ايه او zero orders. The temperature dependence, ودي اللي هشوف في الاخر اللي بقول عليها علاقتها مع activation energy هو ليه. اذا انا لابد ادرس هذه الاشياء الثلاثة عشان خاطر في الاخر اقول اتكلمت على reaction kinetic واتكلمت على mechanism of this reaction. The result of a chemical reaction is شو؟ طبعا chemical reaction بصفة عامة يعني عايز بس يوسع مدارس يقول لي تاخد بالك, وزي ما نشوف إرهينيوس آخر المحاضرة في الغالب هو أثبت كده, يعني هو بولتزمان بطريقة معينة أثبت كده, وإن كان هو لا يقصد إنه يثبت كده, كان بيتكلم عن حاجة تانية معينة وفي الآخر وصل لنفس إيه نقطة البداية. طيب the result of a chemical reaction is shown as an equation, معادلة. الريت خلاص أنا عرفت معنى كلمة rate, change in concentration سواء product أو reactants أو بالبوزيتيف أو النيجاتيف يساوي كي ثابت التناسب. إذا كانت تناسب ثابت كانت التناسب, ثابت التناسب هنعرف بعد شوية إنه لا يعتمد على الكونسنتريشنز قول يعتمد على التمبريتشر, لذلك حطها حضناه معاه لا يستغنى عنها, لا يعتمد إلا على مين؟ على التمبريتشر. وهنشوف الكلام ده في آخر المحاضرة. مضروبة في reactants concentration طبعا مولر concentration as a function, يعني K ده بيبقى small case simple, ده عبارة عن constant the speed of the reaction, و T طبعا temperature بتبقى بالكلفين, طبعا القياسات في الحركية بتبقى بالكلفين اللي هي هنشوف بعد شوية بتساوي إيه درجة سلوزيس العادية. درجة سلوزيس العادية بلس 273 درجة. The reactant concentration is usually as the initial concentration. طبعا هو لما يقول reactant concentration هنا يقصد بيها ايه؟ initial concentration. ايه معنى الكلام ده؟ معناه الريت انت هتقول negative delta concentration بتاع مادة مثلا الالايت على delta T, ده عند زمن معين بتساوي K, وده لا يعتمد الا على temperature, مش ضروري اكتبها, لكنه مضروب في مين؟ مضروب في concentration بتاع الانالايت initially, مضروب في concentration بتاع الانالايت initially دوت كده, معناه ان هو ايه عند بدايتي عند بداية التفاعل كد ايه ده بيتغير عشان يدي ايه عند تايم معين, معدل السرعة ده كان شكله ايه. هذه العلاقة هتلاقي في المعادلة فيش غير اربع كلمات, دول هم اللي بيروحوا يجوا معي كل مرة. عشان كده قال لي يقصد بيه initial concentration, لكنه مش محتاج كل مرة يكتب الدوت دي, خلاص انا عرفت انه اللي ناحية اليمين initial concentration, ناحية الشمال ده عبارة عن concentration عند تايم, وعرفت انه اللي هنا دي رتبة, هنا واحد, لانه اغلبية التفاعلات بتكون واحد او قد تكون اثنين قد تكون زيرو الموجوده هنا بتاخد بالك منها, معناه انه ده بيتغير في كونسنتريشن قد ايه علشان اقول انه غير في الرياكشن ريت. يعني غير كونسنتريشن لابد يكون محترم معلوم, يكون يعني كوانتايزد معلوم وموثوق منه ثابت, غير عشان بهذه الرتبه غير في التفاعل في ذا ريت اوف ذيس رياكشن.
تمام. إذن إحنا قلنا ريت يساوي كونستانت في رياكتنت كونسنتريشن وده مولر كونسنتريشن. All chemical reactions are dependent on temperature زي ما إحنا قلنا سواء cold or heat في تفاعل زي الديازوتين الديازوتين and coupling يحتاج إنك تعملها in ice وفي تفاعلات يحتاج إنك تعمل heating. تمام. فكل التفاعلات يعني تعتمد على درجة حرارة معينة وده اللي بيعتمد عليه زي ما قلت إيه constant of the reaction rate, temperature control, and the CO2 concentration.